أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من قناة بلقيس، والبداية بالعناوين. قتلى وجرحى في معارك بين قوات الجيش والمقاومة وميليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة شبوة. مقتل 5 من الميليشيا في مواجهة عنيفة في مديرية القبيطة بلحج. ولد الشيخ يؤكد أن ملف الأسرى إنساني، وجبار يقول إن نتائج مباحثات المعتقلين حبر على ورق. أهلا بكم. سقط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي والمخلوع في معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش والمقاومة وميليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة شبوة. وقالت مصادر محلية إن الميليشيا شنت هجوما عنيفا من اتجاهين لفك الحصار عن مسلحيهم في منطقة الصفراء بمديرية عسيلان، لكن قوات الجيش والمقاومة تصدت للهجوم. أضافت المصادر أن نحو 20 حوثيا قتلوا، فيما قتل 9 من أفراد الجيش والمقاومة وأصيب 6 آخرون. مش وقتك الآن. وفي السياق ذاته تتواصل المعارك في مواقع جبهة الصفراء بين المقاومة والميليشيا. وقال مراسل بلقيس إن المعارك تدور بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على مواقع المنقاش العسكري الذي تسيطر عليه قوات اللواء 21 ميكا. تبتلع صحاري شبوة كل يوم جزءا من مشروع الميليشيا، خصوصا في الجبهة الشرقية حيث المعارك مشتعلة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي وصالح، وهو ما يقلص من فرص الميليشيا التي قطعت مئات الكيلومترات في استمرارها على مواصلة السير فيما يشبه حقل ألغام في محافظة تخوض معارك منفصلة بلا غطاء جوي أو دعم من التحالف للخلاص من مشروع السيطرة وبسط نفوذ سلطة الأمر الواقع التي تحرص الميليشيا على نهجها. المعارك التي دارت خلال اليومين الماضيين خلفت قتلى وجرحى بالعشرات من عناصر الميليشيا وأيضا من رجال الجيش، وما تزال مستمرة حتى الساعة في مواقع العلم وعكدة والسليم التي انتزعها الجيش الوطني وحاولت الميليشيا استعادتها. مؤخرا فشلت محاولة التفاف الميليشيا حول جبل المناقيش التي حاولت مهاجمة الجيش الوطني منه خلال الساعات الماضية، فسقط قتيل وأحد عشر جريحا من الجيش الوطني وعدد غير محدود من عناصر الميليشيا. ينضم إلينا من شبوة مفضل حاتم المسؤول الإعلامي للجبهة الشرقية في عسيلان. مساء الخير أستاذ مفضل. إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد مفضل. نواصل النشرة، إذ قتل 5 من عناصر ميليشيا الحوثي في مواجهة عنيفة مع قوات الجيش والمقاومة في جبل قندر في مديرية القبيطة التابعة إداريا لمحافظة لحج. إلى ذلك أفاد مراسل قناة بلقيس أن الميليشيا قصفت بصاروخي كاتيوشا قرى في المديرية. وقال مراسلنا نقلا عن مصدر محلي إن الميليشيا أطلقت الصاروخين من منطقة الراهدة في مدينة تعز. أضاف أن أحد الصاروخين سقط في قرية الكعبين، فيما سقط الآخر في قرية السلامي، ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن وجود إصابات. وواصلت ميليشيا الحوثي والمخلوع قصف المناطق السكنية في كرش والشريجة وتجمعات البدو في ضواحي محافظة لحج. وقالت المقاومة في بيان لها إن القصف المدفعي الذي تشنه الميليشيا طال مناطق يسكنها النازحون وقرى في منطقة الجريبة. أضافت أن أحد مقاتلي المقاومة أصيب بشظايا في جسده خلال المعارك مع الميليشيا في كرش. يا نسيم. ويعود إلينا من شبوة المسؤول الإعلامي للجبهة الشرقية من وفي عسيلان السيد مفضل حاتم. مساء الخير سيد مفضل. مساء النور، أهلا وسهلا بكم، مرحبا. سيد مفضل، يعني تبدو جبهة الصفراء مشتعلة بمعارك كروى فر، ما التفاصيل بخصوص المعارك هناك؟ حقيقة جبهة الصفراء المعارك فيها مشتعلة منذ البارحة إلى ظهر اليوم، لحيث ودارت فيها معارك عنيفة خاضها أبطال اللواء 21 ميكا والمقاومة الشعبية ضد الحوثيين البغاة، وبفضل الله سبحانه وتعالى
تم دحر هؤلاء العصابة التي طغت وبغت في البلاد، وحاولوا الالتفاف من جهتين لكن تصدى لهم أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني التابع للواء 21، وتم أسر تم ضرب الكثير منهم وجرح الكثير منهم، تقدر يعني قتلاهم بالعشرات، يصل قتلاهم إلى 30 قتيلا وجرحاهم يتعدى 40 أو 50 جريحا، بينما تم القبض على الأسرى منهم. لدينا أسيرين ولدينا أيضا 6 جثث من جثث الحوثيين في معركة الصفاء اليوم. نعم، طيب إذا ما تحدثنا عن التعزيزات التي تصل للحوثيين وقوات الرئيس المخلوع، هل تصل هذه التعزيزات إلى مناطق الاشتباكات في داخل محافظة شبوة وتحديدا بمديريتي عسيلان وبيحان؟ وكذلك ماذا عن الجيش الوطني والمقاومة، هل من تعزيزات لهم؟ نعم نعم، بالنسبة للتعزيزات العدو كانت تصلهم تعزيزات، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى تم قطع تعزيزاتهم اليوم من منطقة الصفراء قرن المنقاش الذي تم السيطرة على العكيد المطلة عليه من قبل المقاومة الشعبية وأبطال اللواء 21 ميكا. نعم، ماذا عن تعزيزات الجيش الوطني سيد مفضل؟ الجيش الوطني مستعد لخوض المعارك وقد خاض هذه المعارك، ولديه الاستعداد أن يواصل حتى تحرير كل شبر من أراضي بيحان بفضل الله. طيب إذا ما تحدثنا عن الوضع الإنساني الذي يعيشه المدنيون في عسيلان، ما هو هذا الوضع وكيف يتعامل الناس هناك مع ظروف المعارك؟ الوضع الإنساني حقيقة مأساة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. حوصرت مدينة بيحان، حوصرت عسيلان من كل من جميع الظروف التي تسمح بالعيش يعيش الإنسان بها والتي الإنسان لا يعيش إلا بها، ولكن سوف يتم تحرير بيحان بفضل الله وينفك الحصار. لكن حقيقة مأساة يعيشها المواطنون على مستوى رفع الأسعار، على مستوى المواد الغذائية، حتى لا تصل إليهم المواد الغذائية وغيرها من الأشياء التي يحتاجون إليها في حياتهم إلا بالصعوبة. إذن المسؤول الإعلامي للجبهة الشرقية في عسيلان سيد مفضل حاتم، كنت معنا عبر الهاتف من شبوة، شكرا جزيلا لك. استشهد 3 مدنيين وأصيب 10 آخرون في حصيلة لقصف ميليشيا الحوثي على حي سكني في مدينة تعز. وقالت مصادر طبية إن الطفل أحمد عادل وامرأة ورجل مسن استشهدوا، إضافة إلى إصابة نحو 10 مدنيين آخرين جراء سقوط قذيفة على مشروع المياه في حي حوض الأشراف. مجزرة في تعز في يوم من أيام المهرجان الدبلوماسي في الكويت، وفي اليوم 52 من سريان اتفاق التهدئة المعلنة من قبل الأمم المتحدة، 3 مدنيين بينهم امرأة وطفل استشهدوا وأصيب 10 آخرون في قصف لميليشيا الحوثي والمخلوع استهدف مشروعا للمياه في حي حوض الأشراف وسط المدينة. مصادر طبية أكدت أن الجرحى وصلوا إلى المستشفيات في وضع خطير لا يحتمل، وتم إدخالهم غرف العناية المركزة. مجزرة جديدة وضحايا تضاف إلى عشرات المجازر بحق المدنيين في مدينة محاصرة منذ أكثر من عام. وحدها تعز تكتشف كل يوم أن حواليها وفي محيطها وعلى أبوابها من تطاوعهم قلوبهم، إن كان لهم قلوب كي يطلقوا قذائفهم ورصاصاتهم على جماجم الأطفال والنساء. قد يبدو ذلك عاديا في يوميات المدينة العالقة في أمزجة المحاربين وعلى هامش جدول أعمال المتفاوضين وطاولة الوسطاء الدوليين، فارتفاع منسوب الدماء المراقة على هذه الأرض لم يصل بعد إلى عتبة الألم بمقياس إنسانية الحرب التي تستوجب الصراخ لوقف هذا الجنون. لعبة غض الأصابع الدموية تجري على أجساد الأطفال والنساء والمدنيين وعلى جسد هدنة ولدت ميتة، ومع ذلك ثمة من يتمسك بها ويريد إنعاشها. تقول إحصائية المجلس العسكري فإنه منذ بدء التهدئة في تعز سقط نحو 48 مدنيا و99 من أفراد الجيش الوطني والمقاومة بالإضافة إلى مئات الجرحى. وبينما يستعد الأهالي لاستقبال شهر رمضان، تصعد الميليشيا من قصفها وحصارها، وهو ما يفاقم من صعوبة العيش وتحركات المواطنين في المدينة. قال المجلس العسكري في تعز إن عملية تبادل أسرى بين فصيل من المقاومة والميليشيا شملت 31 أسيرا.
أقل المتحدث باسم المجلس العسكري منصور الحساني في بيان إن عملية تبادل للأسرى بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي وصالح شملت الإفراج عن 16 أسيرا من الميليشيا مقابل الإفراج عن 15 أسيرا من أفراد المقاومة. أضاف أن هذه العملية تكللت بالنجاح بعد مفاوضات استمرت لأيام، وتمت عملية التبادل في معسكر المطار القديم التابع للواء 35 مدرع في الجهة الغربية من المدينة. يفتقر النازحون من مديرية الوازعية لأبسط مقومات الحياة في المناطق التي لجأوا إليها بسبب اشتداد المعارك في المديرية، وبحسب التقديرات الأولية فقد نزحت نحو 1100 أسرة إلى مدينة عدن، فيما لجأت 1500 أسرة إلى عدد من القرى بالقرب من الوازعية. لمزيد من تسليط الضوء على مستجدات الأحداث في تعز ينضم إلينا من هناك مراسلنا فواز الحمادي. فواز، حدثنا عن ما الجديد في جبهة الوازعية اليوم. نعم، وجيه الوازعية تشهد منذ أكثر من شهر قصفا عنيفا من قبل قوات الرئيس المخلوع وميليشيات الحوثي لكل شيء يتحرك في المناطق التي لا تخضع لسيطرتهم، وهو ما سبب نزوحا كبيرا لأبناء المديرية باتجاه المديريات المجاورة وأيضا باتجاه محافظة عدن. فمديرية الشمايتين كانت الملاذ الأكثر أمانا لأبناء الوازعية هربا من قصف الميليشيات الانقلابية. هم يتواجدون أكثر في مناطق البذيقة والكويرة وبني محمد وبني شيبة في مديرية الشمايتين. كذلك كان قد عاد قبل أيام من عدن مجموعة من الأسر التي كانت قد نزحت إلى هناك، حيث تم ترحيلها من محافظة عدن ضمن الحملة الأمنية التي تقوم بها السلطات الأمنية هناك. أيضا المعارك ما تزال مستمرة وبشكل عنيف بين الميليشيات ورجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية رغم الفارق في التسليح بين الطرفين. أين تتركز هذه المعارك فواز؟ نعم، أين تتركز هذه المعارك؟ نعم نعم، جبل الصيبارة هذا هو أبرز المناطق التي تشهد الاشتباكات، بالإضافة إلى المناطق الفاصلة بين عزلة بني عمر ومديرية الوازعية في جبل الضعيف وجبل جرداد ومناطق قرن غراب والقرن الشامي. هذه مناطق أبرز المناطق التي تشهد اشتباكات بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح من جهة ثانية. نعم، طيب فواز، مع يعني قدوم شهر رمضان المبارك الذي يعني يستقبله الناس، هل من مساعدات إغاثية وصلت إلى مدينة تعز يعني سواء من المنظمات المحلية أو الدولية العاملة هناك؟ نعم، أمس ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز دشن المرحلة الثانية من توزيع 100,000 سلة إغاثية من مركز الملك سلمان مخصصة للمديريات المحاصرة داخل مدينة تعز، إضافة إلى مديريتي صبر والمشراخ اللتين شهدتا حربا في الأشهر الماضية، بالإضافة إلى عمليات توزيع لسلة إغاثية تشهدها بعض المناطق والمديريات لكنها لا تفي بالغرض ولا تلبي الطلب الذي يزداد يوما بعد آخر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين وارتفاع الأسعار الذي يتزامن مع الارتفاع الجنوني للدولار مقابل الريال اليمني. فواز الحمادي مراسلنا كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. اعتقلت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح 5 مدنيين في قرية قوعة آل مظفر الأعلى في محافظة البيضاء. ونقل مراسل قناة بلقيس عن مصادر محلية أن الميليشيا داهمت عددا من المنازل للمواطنين بمديرية البيضاء بمركز المحافظة. وبحسب المصادر فإن الميليشيا اقتحمت عددا من المنازل وروعت النساء والأطفال وحاولت طردهم من منازلهم وهددت بتفجيرها.
إلى الضالع، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش والمقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي والمخلوع في جبهة مريس. وقالت مصادر ميدانية إن الميليشيا استهدفت مواقع المقاومة في عيس، مما اضطر قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية للرد على مصادر النيران. قال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي إن الحكومة تعمل حاليا وفق الإمكانيات المنعدمة بسبب الدمار وانعدام الموارد المالية في المدن المحررة. أضاف بادي في مقابلة ستبث على قناة بلقيس في 8:30 من مساء اليوم إن أحد الأهداف الاستراتيجية لتحرير المكلا هو استعادة السيطرة على ميناء الضبة، وهو أحد الموانئ الرئيسية لتصدير النفط حتى يتسنى للحكومة ممارسة مهامها. وما تعمل ليس وفق إمكانيات محدودة، إنما إمكانيات منعدمة. نحن حتى هذه اللحظة لا يوجد في الخزينة العامة للدولة حتى $1,000. عمل الحكومة في الفترة الماضية منذ أن عادت لممارسة مهامها كان يتركز على الجانب الإغاثي بشكل رئيسي، وتعرف أن البلد المناطق المحررة خرجت من حرب حقيقية مدمرة. نسبة الدمار الذي لحق بهذه المحافظات دمار كبير ومهول جدا. لا تستطيع هذه الحكومة، لا تستطيع هذه الدولة، ولا تستطيع يعني بجهودنا أن نعيد ونطبع الحياة بشكل كامل في هذه المناطق. بنية تحتية محطمة تماما، الكهرباء، المياه، الصحة، التعليم، يعني بلد مدمر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، في ظل حكومة لا تمتلك أي مورد مالي يعني يصل إلى خزينتها حتى. سياسيا، قال المبعوث الأممي إلى اليمن إن قضية المعتقلين والأسرى التي يتم مناقشتها في مشاورات الكويت إنسانية بالدرجة الأولى ولا يجب أن تخضع للمزايدات السياسية. ودعا ولد الشيخ الأطراف اليمنية إلى عدم تسييس قضية المعتقلين أكثر من ذلك، بالتزامن مع تعثر اتفاق كان مقررا للتوقيع النهائي للإفراج عن سجناء مساء أمس الأربعاء. وذكر ولد الشيخ في بيانه أن لجنة الأسرى والمعتقلين المنبثقة من المشاورات استمرت أمس بنقاش تفاصيل مقترح الإفراج عن عدد من المحتجزين بحلول شهر رمضان. ويذكر أن محادثات السلام لم تحرز أي تقدم ملحوظ سوى على صعيد تشكيل اللجان الثلاث الأمنية والسياسية والإنسانية بعد مرور ما يقارب شهرين على انطلاقها. من جهته، قال وزير الخدمة المدنية عضو الوفد الحكومي في الكويت عبد العزيز جباري إن نتائج المشاورات بخصوص المعتقلين ما زالت حبرا على ورق. وأعرب جباري عن خيبة أمله في الوصول إلى حل نهائي مع الميليشيا في ظل استمرارها في عرقلة جهود السلام وعدم التزامها بالتوافقات على الأرض. قال جباري إنه لم يحدث أي تقدم، وكل المؤشرات تؤكد أن وفد علي عبد الله صالح والحوثيين ليس لديه رغبة في الوصول إلى حل سلمي. النشرة مستمرة من قناة بلقيس وفيها بعد الفاصل. المزارعون في أبين يناشدون الحكومة والمنظمات بمكافحة انتشار الجراد الصحراوي. قتلى وجرحى في معارك بين قوات الجيش والمقاومة وميليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة شبوة. مقتل 5 من الميليشيا في مواجهة عنيفة في مديرية القبيطة بلحج. ولد الشيخ يؤكد أن ملف الأسرى إنساني، وجباري يقول إن نتائج مباحثات المعتقلين حبر على ورق. أهلا بكم من جديد. حملت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان ميليشيا الحوثي مسؤولية تفاقم سوء الوضع الصحي للصحفيين العشرة المحتجزين لدى سجونها. وقالت المنظمة في بيان لها إن الصحفيين يواجهون خطر الموت في سجون الجماعة في العاصمة صنعاء، داعية إلى إنهاء مأساتهم وإطلاق سراحهم بشكل فوري. ودعت رئيسة المنظمة رضي المتوكل كافة المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية إلى عدم نسيان ما يمر به الصحفيون ودعم عائلاتهم وتكثيف الجهود والضغط لإنهاء ما يمرون به. في سياق آخر، كشف مدير أمن محافظة لحج العميد عادل الحالمي أن 6 من قادة تنظيم القاعدة سلموا أنفسهم خلال الأيام الماضية إلى إدارة الأمن. قال الحالمي في تصريح نشرته صحيفة السياسة الكويتية إن من بين القادة الذين سلموا أنفسهم محسن سرور وياسر السكاع بعد أن كانوا أمام خيارين، إما القتل أو تسليم أنفسهم طواعية.
أضاف أن هذه التحركات من أجل تجنيب لحج أي مواجهة بين الأمن وقوات الجيش وبين العناصر الإرهابية، متوقعا أن تسلم تلك المجامع نفسها عبر زعماء قبليين خلال الأيام المقبلة. دشن مجموعة من شباب الحديدة حملة فكأنما لتوزيع مياه الشرب في العديد من مناطق وأحياء محافظة الحديدة بعد انقطاع المياه عن المدينة منذ شهور عدة. الحملة استهدفت منطقتي منظر وحي المقلب جنوبي وشمال مدينة الحديدة، حيث تم توزيع 15 من ناقلة للمياه الصالحة للشرب. وقال القائمون على الحملة إنها ستستمر حتى تشمل أحياء ومديريات أخرى بحاجة للمياه. في محافظة أبين أبدى المزارعون تخوفهم من انتشار أسراب الجراد في منطقة يرامس الزراعية، وناشد المزارعون الحكومة والمنظمات والجهات المعنية إلى المساهمة في تقديم المستلزمات الخاصة بعملية الرش لمكافحة الجراد الصحراوي لما يمثله من خطر على المحاصيل الزراعية والقطاع الزراعي. الجراد إلى منطقة يرامس وهي منطقة زراعية، ونشتي احنا المزارعين من حول السلطة أن يلفتوا إلينا لفتة نظر إلى اهتمام بمزارعة منطقة يرامس، منطقة زراعية وهي منطقة مهضومة من قبل الدولة ولا لها أي اهتمام ولا لها أي لفتة نظر، وإحنا دائما مظلومين ومحرومين بكافة المزارعين بشكل عام. إلى محافظة حضرموت، حيث قال المنسق العام للإغاثة في لجنة الإغاثة الحكومية جمال بالفقيه إنهم بصدد توزيع نحو 70,000 سلة غذائية لعائلات الشهداء والنازحين. أشار بالفقيه في تصريح لقناة بلقيس إلى أن هذه المساعدات تأتي ضمن الخطة المعدة لشهر رمضان. الآن بدأ من يوم أمس تدشين السلل الرمضانية، وبدأت بال 72 طن في مدينة سيهون، هذه خاصة لوادي حضرموت وساحل حضرموت، وإن شاء الله في القادم الأيام ستأتي حوالي 30,000 سلة غذاء خاصة للشهداء والنازحين، وكذا ممكن تضاف هذه الكمية ممكن توصل لحد 70,000 سلة، ونحن كذلك نسعى أن تزيد الكمية لبقية الناس. كذلك في رمضان بيتم تنفيذ إفطار الصائم سواء كان في الطرقات أو سواء كان في المساجد، وكذلك الوجبات الساخنة، وإن شاء الله كذلك إن شاء الله في منتصف رمضان وقريب العيد برضه الملك سلمان بيتكفل موضوع كسوة العيد. عاد مستشفى الجمهورية في محافظة عدن إلى العمل بعد توقفه بسبب انقطاع التيار الكهربائي وانعدام الوقود، وناشد الأطباء في المستشفى الحكومة بتوفير احتياطي لتأمين المستشفى لتفادي توقف نشاطه الذي سينعكس على حياة المرضى. التقرير التالي والتفاصيل. وصلت أزمة الكهرباء إلى أهم منشأة خدمية تعتمد عليها عدن والمحافظات المجاورة. مستشفى الجمهورية التعليمي يخرج عن الخدمة لاثنتي عشر ساعة بعد نفاد وقود المولد الكهربائي وفي ظل انقطاع التيار العمومي لساعات طويلة. كانت مأساة سيظل الشعب ذاكر لها قرن من الزمن. كان مساء قاسيا لا يفرق وضع المستشفى عن بقية منازل المدينة التي سجلت قرابة العشر وفيات، إلا أن إدارة المستشفى تنفي أن يكون انطفاء الأجهزة الطبية سبباً في وفاة الحالات المسجلة. انقطاع الكهرباء تسببت تلف كبير بالمهاليل وأيضاً قرب الدم أكثر من 60 قربة. عاد التيار الكهربائي بعد توفير كمية إسعافية، لكن المرضى والأطباء وفنيو المستشفى لا ينسون الساعات العصيبة في مختلف الأقسام. كسينا طوال الليل بدون كهرباء، بدون ماء، بدون ملاوح، وللأسف الشديد والله قطعنا عمليات أصبح الزايدة تعتبر يعني أسهل حاجة، ومع هذا عانونا معانا. قسم الغسيل الكلوي أيضا مرت على مرضاه ساعات الانطفاء مهددة لحياتهم. نناشد الجهات المعنية أنه القطاع الصحي عندما يكون هناك في إشكالية في انقطاع التيار الكهربائي أو حتى المياه، لأنه نحن عملنا يتركز على التيار الكهربائي والماء، يكون هناك في احتياطي يؤمن حياة هؤلاء الناس. وتظل خشية تكرار ما حدث قائمة في المستشفى الأكبر في المحافظة. بعد 12 ساعة من الانقطاع غير المسبوق يعود التيار الكهربائي إلى مستشفى الجمهورية بكمية إسعافية من مادة الديزل مهددة بالنفاد، ما يعرض هذا المستشفى العام لتكرار مأساة البارحة. آدم الحسامي،
قناة بلقيس عدن. إذن من عدن ننهي نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. قتلى وجرحى في معركة بين قوات الجيش والمقاومة وميليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة شبوة. مقتل 5 من الميليشيا في مواجهات عنيفة في مديرية القبيطة بلحج. ولد الشيخ يؤكد أن ملف الأسرى إنساني، وجباري يقول إن نتائج مباحثات المعتقلين حبر على ورق. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم أيضا التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.